امك احلف اذا ماتت امك سيدك النساء انا ما بخال من بعد ولدت العزيزة علي من بعد الوالدة العزيزة علي اجيني الفرح من مازال يفرح ليا في الخلايا أمي نحبك حداي ما عدتش طايق مين يقول الدايا والله ماش طول بيا شكيتك يا أمي عدت تكافي شكيتك يا أمي عدت تكافي والوالدين أحن هيا طلي وا قولوا لدادا هيا طلي وا شو في حالي واش يعذبني وا قولوا لدادا هيا طلي وا قولوا لنا هيا طلي وا قولوا لدادا هيا طلي وا شو في حالي واش يعذبني قولوا لدادا يا مجواني امي ماتت لا من جاني قلومي كان عن جيراني أجوني ولا مشتو عن ديوان قولوا لنا
عود الوردة يا وشامك نعناع زي ورقة يا حدود الوردة يا وشامك نعناع زي ورقة لو كان لقيك يا للا نعمل لك وعدة لو كان لقيك يا للا نعمل لك وعدة ونادي الجيران والناس كلها والنادي قمص وناس وسعادة كلها سيدي مرحبا أدهم زي الليل ما بيتدلى خاطر أستاذ عبد الله بن ناعي حبيبي في منامي شفت زنت العنود تمشي قدامي شفتها في منامي شفت زنت العنود تمشي قدامي سلمت عليها أنا ما ردت إسلامي سلمت عليها أنا ما ردت إسلامي كتمت ومسيت وفتكت الخلوة كتمت ومسيت فتكت الخلع من تحت البخنوق بانوا خجلاته سالف ترباته من تحت البخنوق بانوا خجلاته قولك شتار نعم روح لنباته قولك شتار نعم روح لنباته كيف شاف الصياد في الحين ما ولا كيف شاف الصياد في الحين ما ولا طفلة صوفية عجبتني طفلة بدوية طفلة صوفية عجبتني طفلة بدوية طفلة بدوية وشكارة عملتها ضياء طفلة بدوية وشكارة عملتها ضياء طفلة صوفية عجبتني طفلة بدوية طفلة صوفية عجبتني طفلة مبهاها يا ريتني نخطف باباوا حبيبتي مبهاها يا ريتني نخطف باباها لو كان اعطاها غدوة جيبوا لها هدية لو كان اعطاها غدوة جيبوا لها هدية طفلة صوفية لعليها نموت بجنب الغوط عرضتني لعليها نموت نادت بالصوت قالت لي يا غالية